سلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسفه قوي ان انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات على القناه، بس اعذروني وان شاء الله باذن الله هنرجع ننزل فيديوهات تاني كتير قوي على القناه، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل النهارده بسكوت سهل قوي قوي وبسيط وطعمه تحفه، يعجبكم جدا، وكمان مقاديره سهله خالص، وهنعمله في الخلاط، مش هيبقى محتاج معانا لا عجانه ولا مكنه ولا اي حاجه خالص. تعالوا نشوف مقاديرنا عباره عن ايه. بصوا، انا هيبقى معايا كوبايه الا ربع سمنه او زبده اللي يعجبكم، تمام، بس تبقى خارجه من الثلاجه واخده حراره المطبخ معايا، بس مش مسيحينها على النار. ونفس الكوبايه هنعاير بيها بقيه المقادير. يعني انا معايا هنا اهو كوبايتين دقيق من نفس الكوبايه دي، بس انا مفضيهم هنا في طبق. فانا هنا معايا كوبايتين دقيق وكوبايه الا ربع سمنه او زبده، وما تنسوش تحطوا رشه الملح على الدقيق لانها بتفرق جدا. ونفس الكوبايه اهيت معايا نص كوبايه من السكر، السكر العادي بتاعنا خالص، مش محتاجين سكر بودره ولا حاجه، يعني السكر العادي بتاعنا. وهيبقى معايا مربى للحشو بتاع البسكوت، وهيبقى معايا بيضايه واحده وعليها رشه من الفانيليا، تمام. يعني مقاديري تانية: كوبايتين دقيق، كوبايه الا ربع سمنه، نص كوبايه سكر، ومربى لحشو البسكوت، وبيضايه واحده وعليها رشه من الفانيليا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الخلاط. بصوا حبايبي، هجيب الخلاط هحط فيه كل حاجه ما عدا الدقيق. يعني هحط فيها هي البيضه، برشة الفانيليا اللي معايا، وهحط السمنة اللي معايا اللي هي برضو بدرجة حرارة المطبخ اهي، تمام، كوباية الا ربع سمنة، وهحط نص كوباية السكر اللي معايا، وقلنا سكر عادي خالص من بتاعنا، مش لازم يبقى سكر بودرة. احنا كده كده هنضرب كله في الخلاط وهيتضرب معانا سهل جدا، وما يتحطلوش اي سوائل ولا لبن ولا اي حاجة خالص. احنا بس هناخد السمنة مع السكر مع البيضة، هضربهم كويس جدا جدا في الخلاط، وبعدين هرجع لكم ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. حبايبي بصوا، ضربت الخليط كله اهو، بصوا نازل عامل ازاي. البسكوت سوري، السكر داب خالص، ما عادش معايا حبيبات ولا حاجة كده، فضيته كله اهو في الطبق اللي معايا، ماشي تمام كده. فاضل معايا ايه؟ الدقيق وعليه رشة الملح. هقوم جايه اهو حاطه الدقيق بتاعي، كوبايتين الدقيق اهو، والم بقى كده ايه العجينه، تمام، معجنهاش، الم كده الدقيق مع المكونات التانية اللي معايا. ابصوا هيتلم معايا وهيتظبط، ما تقلقوش. هي عجينته بتبقى قريبه، يعني الملمس بتاعها شبيه لعجينه البيتي فور، يعني بتبقى ناعمه كده. الم وما تخافيش، هتلاقيها مفروله معاكي، ما تخافيش منها خالص، يعني هتتعامل، ما تقلقوش منها. اللي يلاقيها مفروله معاه عادي، ده بيدل على نجاح العجين. عجينه البسكوت مش بتبقى زي عجينه المخبوزات زي البيتزا او اي فطاير تانية. يعني هلمها بس كويس كده وانضف بيها الطبق وارجع لكم. بصوا حبايبي بقى، انا كده عملت ايه بعد ما عجنت العجينه ولمتها في بعضها؟ عملت هنا ايه الكرة حوالي يعني 3/4 العجينة، والربع التاني سبته هنا، هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. فانا هجيب الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها. بصوا الصينية دي في صواني للبيتزا كده 3 مقاسات مع بعض، دي الوسط اللي في النص، قطرها حوالي 28 سنتي. عشان اللي مش عنده الصواني دي وعايز يعمل في صينية عادية مفيش مشكلة، الصينية يبقى مقاسها 28. فانا هاخد الكرة الكبيرة اللي هي تعتبر 3/4 العجينه، تمام، بس انا دهنت الصينيه الاول سمنه خلاص، وبعدين هفرد. بصوا هي مفروله كده، ما تقلقوش منها خالص، افردوا كده معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهي مفروله كده ما تقلقوش منها خالص، ظبطوا بس الفرد كده زي ما انا بقول لكم.
اهو، ونحاول نطلع اللي فوق كده شوية، نعمل لها ايه يعني حاجة لفوق كده شوية. خلاص قفلت كده اهو، كده بالشكل ده اهو. كده هكمل بنفس الطريقة بقى، وخدوا يعني خدوا مثلا حتة اهو كده وافردوا، المهم تخلوها بسوا بعض. تمام، هكمل بقى بقية الصينية وافردها كويس وارجع لكم. هنا كده فردت العجينة كويس اهو. في حاجة مهمة جدا جدا نسيت اقول لكم عليها، معلش انا اسفة سامحوني. ان احنا لازم، انا نسيت اقولها في المقادير لاني كنت حاطاها الدقيق، كيس بيكنج باودر. هنحط على الكوبايتين الدقيق رشة ملح وكيس بيكنج باودر، انا كنت رشها على الدقيق ونسيت اقوله في المقادير خالص، معلش اعذروني يا جماعة. وما تنسوش تحطوا كيس البيكنج باودر على الدقيق، اي نوع تحبوه مفيش مشكلة. كده اتفردت معايا وبقت تمام اه زي ما انتم شايفين. طيب هجيب بقى المربى اللي معايا، انا هنا معايا مربى مشمش، وممكن تحطي المربى اللي تحبيها، تين، فراولة، يعني اللي يريحك. وهفرد المربى كده اللي معايا، هو شبيه للباستا فلورا شوية بس طعمه حلو قوي. وافرد بس ما جيش على الاحرف قوي يعني. اهو وبرضو ما نكترش قوي عشان طعمها لما بتبقى كتير قوي بيبقى، او برضو على حسب رغبتك يعني، لو بتحبي الحاجة معسلة قوي ماشي زودي. هي كده بتبقى تمام مع نص كوباية السكر اللي احنا حاطينها في العجينة، فبيبقى في نسبة وتناسب يعني الطعم بيبقى مظبوط. قفلت كده ايه كويس. هي عايزة ايه، نزود شوية صغيرين كمان، جيب معلقة من البرطمان اهو كده. الربع العجينة بقى اللي فاضل معايا هحط عليه رشة دقيق بسيطة خالص، يعني اقل من معلقة دقيق. حطوا بس دي كده ايه دلوقتي في جنب، والربع اللي معايا الفاضل اهو هاخد بس ايه رشة دقيق كده بايدي اهو كده، وعجنها في بعض كويس قوي لاني هبشرها بالمبشرة فوق العجينة، فعلشان فوق البسكوت بتاعي فوق المربى، فعلشان تتبشر معايا وتبقى تمام. عجينها كده في بعض اهو بالمبشرة العادية بتاعتنا، هبشر حتة عجينة اهي من اللي انا زودت عليها رشة من الدقيق البسيطة خالص، وهبشر كده ايه العجينة فوق كل البسكوت، اغطي بيه كمية الصينية كلها من فوق اهو بالشكل ده. خلاص انا كده بشرت العجينة فوق البسكوت اهو، ولو مش حابة تبشريها مفيش مشكلة يعني ممكن تفرديها، بس تخلي العجينة بقى ايه بدل 3/4 وربع يبقى نص ونص، تفردي الطبقة الاولانية وتحطي المربى وتفردي الطبقة التانية فوقيها مفيش مشكلة، بس انا بحب الشكل ده اكتر بيبقى شكله حلو. فانا هدخله بقى دلوقتي الفرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 او درجة حرارة وسط لو ما عندكيش ارقام درجات الحرارة، يعني مش نار هادية ومش نار عالية، هدخله بقى الفرن ولما يطلع اوريه لكم. وده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، ما خدش معايا وقت، خد حوالي 20 دقيقة مش اكتر، بس برضو ممكن الفرن بتاعك يختلف عن الفرن بتاعي، فانت تتابعيه من اول 15 دقيقة كده تتابعيه، ويبقى النار وسط مش عالية علشان ما يتحرقش من تحت. فانا لما لقيته اخد لون دهبي حلو من الجوانب طفيت الفرن من تحت،
وقت الشوايه من فوق اخد لون على خفيف كده وخلاص. بعدين طلعت الصينيه سبته هدي 10 دقايق، وبعدين قطعته وتقطعيه بالشكل اللي يريحك، مفيش مشكله فيه عريض او رفيع عادي، المهم ان هو بيبقى طعمه جميل جدا وريحته بتبقى حلوه قوي في الفرن، وطعمه بجد جميل بيدوب كده في البق، هيعجبكم قوي جربوه. وما تنسوش بقى تعملوا لنا للفيديو لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.